دائرة التمثيليات تقدم تمثيلية السهرة. السهرة. يساعد في الإخراج مروان خربطلي، المخرج المنفذ فؤاد علي. تمثيلية السهرة، الإخراج أحمد فراج. بائعة الخبز، التأليف بشرى عباس. بدك شي حبيبتي قبل ما اروح على الجريدة؟ ايه علي، كان بدي اقول لك انه اليوم المساء معزومة عند رفيقتي سوزي، عاملة حفلة مطنطنة بمناسبة عيد ميلادها. وين يا حزرك؟ بأحسن مطعم بالبلد. بأحسن مطعم بالبلد قلتي لي؟ لك حفلة بهالوقت والناس عم تموت والعالم مهجرة وبيوتها وأرزاقها راحت كلها، كيف بيجي قلب هي ولا غيرها يعملوا حفلات ويرقصوا ويغنوا ويحطوا مصاري بالطعمة وبتستر 20 عيلة مو ملاقي لقمة؟ اف يا الله يا علي، قديش بتكبر الامور وبتعمل من الحبه قبه. وحده حابه تعمل عيد ميلادها، ليش عملت كل هالديباجه؟ الله يعين العالم، ما عم نقول شيء، بس كمان الحياه بدها تستمر. ايه طبعا الحياه بدها تستمر، بس بشكل ابشع من هيك. اذا ضلينا كل واحد اللهم اسالك نفسي واسالك خزائني، مثل ابوها للست سوزي رفيقتك اللي معروف مصدر ثروته منين. ايه حلال على الشاطر اللي بيصح له، ليش لا؟ ما أخدن هو بده ياخدن غيره. أيوة، هذا هو المبدأ الماشي بهالأيام، مبدأ النهب وتبرير النهب. بس أنه نحس ببعض لا، أنه نفكر بغيرنا كمان لا. ولك آخ آخ، خليني أمشي بيكون أحسن خاطرك. الله معك يا لطيف. خرجي خرجي، الله لا يقيمني، هي اللي بدها تاخد واحد صحفي. لك عن نفس بيعمل لي محاضرة. الو، اهلين استاذ صافي. ايه الحمد لله انا منيح. هلا انا بطريقي على الجريده، والله نص ساعه بكون عندك. ايه طبعا طبعا، الماده يلي تناقشنا فيها عن جرح الجيش واولويه توفير كل احتياجاتهم صارت جاهزه، ودعمتها بالصور كمان. استاذ صافي انا واقف على الاشاره، بنحكي بعدين. الله معك الله معك. خبز ربطه بنيه. عمو اشتري مني خبز، الله يوفقك، والله كثير منيح هالخبز. عمو انت شو اسمك؟ ليش مانك بالمدرسة؟ اسمي مايا، ما عاد رحت على المدرسة، ما بقدر روح، لازم اشتغل وطالع مصاري. طيب وين اهلك يا شاطرة؟ وين ابوكي؟ وين امك؟ كيف تاركينك هيك بالشارع بين هالسيارة؟ ما بتخافي من الطريق؟ تعودت عمو، تعودت على الطريق. بعدين بابا الله يرحمه قتلوا الارهابيين هو واخي الكبير اغياد، ماما عم تشتغل بالبيوت. فتحت الإشارة. طيب عمو استنيني بمكانك، لا تروحي، ها رح أصف السيارة وارجع لك، بدي اشتري الخبز منك.
هاتي لشوف، عطيني ربطين وهي حقهم. شكرا عمو. لك ليش عم تشكريني؟ انا فعلا بدي هالخبزات. لا عمو، بس توقعت تروح وما عاد ترجع تاخذ مني الخبز. انت كل يوم بتوقفي هون؟ ايه كل يوم بشتري كم ربطة خبز من الفرن وبعدين ببيعها وبربح فيها شوي. طيب يا مايا، انا كل يوم بمرق من هون وكل يوم بدي اخذ منك خبز، شو رايك بقى؟ عن جد عمو؟ الله يعطيك العافية يا عمو. ايه عمو ايه، وانا هلا مستعجل كتير لانه عندي دوام، بكره بطلع من البيت على بكير، بدي اشوفك واقعد معك مشان تحكي لي قصتك كلها، اتفقنا؟ بلاها قصتي عمو، رح تزعل لانه انا من هلا قبل ما احكي لك اياها حسيتك زعلان. الله يكون بعونك يا عمو، انت بنت ذكيه، بس عن جد زعلتيني عليكي. على كل، انا بدي اسمع قصتك وبدي احاول رجعك على المدرسه. عن جد عمو؟ هي لكن انا متاكد انه بالمدرسه مكاني مو هون بالطريق، هذا الشغل للكبار عمو مو للصغار. يلا بخاطرك وبكره استنيني هون. ايه ماشي عمو، مع السلامه. تفضل. مرحبا استاذ صافي. اهلين يا علي، تفضل ارتاح تفضل. مرحبا، فنجانين قهوه ساده لو سمحت. اي والله بدي قهوه. حاسس راسي رح ينفجر. اخ اخ اخ، سلامتك خير. شوفي من شوي حكيتك ما حسيت من نبره صوتك انك تعبان. اي مزبوط، بس بعد ما حكينا سوا قربت بنت عمرها شي 8 او 9 سنين مو اكثر، يعني قربت من البلور وعرضت علي اشتري خبز. ايه وين المشكلة؟ عم نشوفهم كتير بالطرقان، اهاليهم بيشغلوهم منشان يكسبوا عطف الناس فبيشتروا منه. لا هاي البنت شكلها غيرهم. تخيل عم بسألها وين اهليك، انتي ما لازم تكوني بالطريق، خطر عليكي هيك. ايه شو جاوبت؟ قالت لي يا سيدي ابوها واخوها قتلوهم الارهابيين وامها بتشتغل بالبيوت لفاية. يعني يا حرام، فعلا شي بيزعل. مسكينة كيف ما تشوفها بعيونك، بنت مثل الملاك، لو تشوف أوعية كيف قديمة ومشرطة، لو تشوف شو لابسة برجلها، لك لو تشوف الشمس كيف حارقة خدودها وعيونها الجاحظة لبرا ووشها الشاحب، أنا بظن من سوء التغذية. يا لطيف على هالمنظر. أي الله يكون بعون الناس. ها هذا موضوع أجل عندك لحاله، احكي لنا بقى عن نتائج الحروب على الأطفال واستشهد بهاي القصة، قصة البنت. أي طبعا خطر ببالي نفس الفكرة، بس النية إنه بهالتحقيق أقدر ساعدها لترجع على المدرسة. يعني خلينا نحفز شوي هالمنظمات الأهلية يلي عنا إن تنتبه كتير منيح لمثل هالقضايا، وخاصة فيما يتعلق بالطفولة. أي مزبوط، بدك تركز بتحقيقك على هالمطلب بالذات، لحتى مو بس هالطفلة، كل الأولاد اللي تسربوا من المدارس نتيجة ظروف الحرب إنه يرجعوا بأي طريقة لمدارسهم، وهذا أهم مطلب هلأ بهالظروف، وإلا رح نخسر جيل شاف الويلات وتشوهت نفسيته من الحرب، وكمان فوق هذا كله انحرم من التعليم. فعلا هذا موضوع بغاية الأهمية، أنا وعدت بكرة أشتري منها خبز ورح أخليها تحكي لي قصتها كلها. ليش طالع اليوم بكير على غير عوايدك؟ نسيت ما قلك انه عندي شغل تحقيقات بالشوارع، يعني كتير ضروري اني اطلع بكير قبل ما اروح على الجريدة. وليش ما قلت لي قبل؟ كنت انا كمان خبرت رفقاتي وعملت لي شي صبحية وتسليت. ايوه يا ستي، اولا لانه مبارح حضرتك كنت بعيد ميلاد رفيقتك المدللة سوزي وطولتي عندها، وتانيا لك يا ندى وقت اللي بدك تعملي صبحية يعملي، مين ردك؟ يعني أنا عم بمنعك شي؟ لا ما بتمنعني، هذا اللي ناقصني كان إنك تمنعني. ما بيكفي كل نهار بالجريدة وبالليل قراية وكتابة، ليش بتقول حضرتك هالمرة حرام؟ لازم طالعها مشوار، لازم أعزمها عشي مطعم، لك تفتيلة بالسيارة قبلانة. روح شوف رفقاتي كيف عايشين، لك لو تشوف الدلال والرفاهية مبارح بعيد هالميلاد. هديتها للست سوزي من أبوها كانت خاتم ألماس، قدم لي بعد ما طفوا الشموع. لا حول ولا قوة إلا بالله، خاتم ألماس وحفل مكلفة هديك الحسبة، لك يا عيب الشوم
شو بده يحكي الواحد بس. على كل يا ندى أنا آسف يا ستي، حقك علي، بس والله كتير مشغول هالفترة، مو شايف البلاوي اللي عم تكت فوق راسي. بعدين نحن الصحفيين لازم نضوي على هالمشاكل منشان تلاقي طريقة للحل. خلاص يا ستي، قريبا جدا إلك مني أحلى عزيمة، اتفقنا؟ بدك شي هلأ؟ ماشي، الله معك، باي. يو، رح تصلح الكون يعني؟ لنشوف شو رح يطلع معك. مرحبا مايا. اهلين عمو، عن جد رجعت؟ ايه طبعا رجعت، انا وعدتك. شو؟ هاتي ربطين خبز لشوف. تكرم عيونك عمو. يسلموا ايديكي، وهي حقهم يا ستي. الله يعوض عليك يا رب. تسمحي لي اقعد جنبك؟ ايه اكيد عمو، تفضل. وهي قاعده. حكي لي بقى، شو قصتك؟ بدي اسمع قصتك كلها منشان اقدر ساعدك، لانه انا صحفي. عن جد عمو؟ صحفي؟ ايه؟ يعني قصتي رح تصير بالجرايد؟ ما عم صدق. مو بس قصتك، وصورتك كمان، شو رأيك بقى؟ وصورتي كمان؟ ايه طبعاً وصورتك. ليك يا عمو، أنا حابب إني ساعدك مشان ترجعي على المدرسة. هلأ، قلي لي، بما إنه أمك عم تشتغل، أنت ليش عم تشتغلي كمان؟ لأنه أخي الصغير مريض، ولأنه دواء غالي كتير، أنا لازم أشتغل وساعد أمي. وشو مرضه أخوكي؟ مرضه بالدم. مرض بالدم؟ مشان هيك يعني عم تشتغلي؟ إيه، ومشان هيك تركت مدرستي. بسيطة عمو بسيطة، الله ما بينسى حدا. احكي لي بقى، وين كنتوا عايشين؟ وشو صار لحتى حكموا على أبوكي وأخوكي بالموت؟ احكي لي كل شيء، ولا قليك قبل ما تحكي لي، أنا رح روح جيب فطاير لإلك ولإلي. أكيد لسه ما فطرتي، لأنه أنا كمان لسه ما فطرت. شو رأيك؟ فطاير؟ والله إلي زمان ما أكلت فطاير. طيب خليك هون، أنا راجع لك، ليك المحل قريب. فطاير؟ عجبوكي؟ طيبين ما؟ كتير عمو، يسلموا ايديك. ألف صحة وهنا. تعرف عمو؟ اللي زمان ما أكلت فطاير. معلش عمو، يعني اللي بقيوا أخذهم لأمي وأخي؟ أي طبعا، أنا زودتهم شوي كرمال تاخدي الباقي لأمك وأخوكي. طيب وهلأ أحكي لي بقى، ليش أنتي هون؟ بدي تحكي لي قصتك كلياتها. حاضر عمو. عمو، نحنا كان عنا بيت كتير كبير وأرض ديار كتير حلوة، وكنا نلعب أنا وإخواتي، وأطلع العصريات ألعب مع رفقاتي قدام البيوت. كان بابا الله يرحمه ما يخلي شي وما يجبلنا إياه، ويعطينا كل يوم مصاري ويقلنا روح اشتروا اللي بدكن إياه. وماما كانت تطبخ لنا الطبخات الطيبة، وكنا عايشين ومبسوطين كتير. بس يعني هيك بيوم من الأيام كنت عم بلعب أنا ورفقاتي، وأز هيك بسمع لك صوت رصاص. خفنا وكل واحد راح على بيته، وركضت ماما وصارت تناديلي لحتى عجل وفوت على البيت، وركضت وصوت الرصاص كل ما نوع عم يقوى، وانا عم اركض واصرخ من الخوف. بسرعة عجلي عجلي، فوتي يا امي، فوتي حبيبتي، فوتي بسرعة. ماما شو هاد؟ انا خفت كتير انا امي. تعي يا عمري، تعي حبيبتي، تعي لحضني، تعي لا تخافي، هي انتي ما بس تعبريني. تعبري قلبي خلاص. الحمد لله على سلامتك يا ابو اغيار، شو كل هالقواصات؟ الله يسلمك. ما بعرف ما بعرف كيف مرقت، وهالرصاص عم ينزل يمين وشمال. يا عمتي شكلها بلشت عنا مثل ما صار عند اختي وتهجرت من بعدها. لك ايه ايه مزبوط، خلاص مشي حالنا، واكيد راح يكون مصيرنا مثل مصير اختك. شكلنا بدنا نترك بيوتنا يا ام اغيار. لا 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 يا ابو اغيار، انا ما بترك بيتي. وين بدنا نروح؟ بيتنا هذا انت
عمرته بإيدك ولا نسيت؟ لك مو أنا اللي بنسى يا ما أغيد، ما أنت بتعرفيني، بس هدول مجرمين وشايلين سلاح وعم يتحدوا الدولة، ولك هدول ما بيخافوا الله، ما بيخافوا الله، واللي ما بيخاف الله شو؟ اللي ما بيخاف الله خاف منه. صحيح، ونحن عنا أولاد وخايفين عليهم، خايفين يربوا بين هدول اللي عطوا أدانيهم لشوية مشايخ لكوا قاعدين برا وعم يفتوا على كيفهم ويحرضوهم ليتمردوا على دولتهم يقتلوا أخوانهم. بابا أنا كتير خايفة، صوت رصاص كان قوي كتير. لا تخافي بابا، لا تخافي، أنا معك وهاي ماما بجنبك ولا يهمك. هاي تقبريني ماما بس يا أنا آسف يا مايا، زعلتك ما؟ بعتذر كتير عمو. ولا يهمك عمو، بس وقتها بتذكر بابا الله يرحمه بحس إنه ما تظلم. الله يرحمه يا عمو، الله يرحمه. بس يعني شو صار لحتى قتلوه المجرمين؟ وليش قتلوه؟ أنتوا ما تركتوا بيتكم وقتها؟ طلب المرحوم من ماما أن تجهز الضروري، تيابنا وأغراضنا الخفيفة، وهي عم تجهزهم وبابا عم يساعدها وإذا بندق الباب وبنسمع صريخ برا وصوت عالية، راح بابا ليفتح الباب وسمعته وقت عم يتجادل مع رجال هن نفسهم اللي كانوا عم يقوصوا قبل بيوم، وكانوا عم يقولوا له بدك تحمل سلاح وتقاتل معنا إجباري وإلا رح نقتلك أنت وعيلتك كلها. لقيلنا المثل عند المختار منشان نسلمك بارودة وتقاتل معنا. ايه طيب عمو، شو صار بعدها؟ راح ابوك المساء؟ راح، وقت رجع حكالها لماما شو صار، كان مفكرني نايمة بس كنت سمعاني كل الحديث. لك شفتي؟ شفتي اخرتها يا ام اغيد؟ بدهم يجبروني احمل سلاح وقاتل ابن بلدي وقتله كمان. لك عمرك سمعتي افظع من هيك؟ لا والله ما عاد في افظع من هيك، بس شو العمل؟ شو العمل؟ العمل انه نهرب، احسن شيء انه نهرب، بكره الصبح لازم نهرب وما نخليهم يحسوا علينا. ايه، واذا حسوا ما بتكمل الشغله بوقتها. يا عمو كملي، شو صار بعدها؟ تاني يوم وقبل ما يطلع الضوء فقنا واخذنا معنا كم غرض وتركنا البيت وصرنا نمشي بدون ما نطلع صوت، ولسه ما قطعنا كم بيت وإذا بيطلعوا لنا الإرهابيين مع سلاحهم حوطونا وبلشوا ضرب ببابا وصاروا يقولوا له جبان بدك تهرب من الواجب انت ابو رجال، وبعدين أخذوه هو وأخي أغيد إجباري. أمي كانت وقتها عم تبكي بتترجعهم ليتركوه، بيقوم واحد مننا بيتفشوا بيوقع على الأرض وبيقول لي رجعي أنت وولادك على بيتك أحسن ما نقوصهم قدامك. بس عمو بس يا لطيف يا مايا، كل هاد شفتيه وسمعتيه يا حبيبتي أنت. كانت هديك آخر لحظة بشوف فيها بابا وأخي، لأنه بعد قالوا لنا الجيران أنهم الإرهابيين قتلوا أخي مشان يحرقوا له قلبه للبابا. بس يا مايا، بس حبيبتي بس، لا تبكي يا عمو لا تبكي. وبعدين قتلوا لبابا. الله يرحمهم، الله يرحمهم يا عمو، خلاص وحياة رحمتهم أني ما راح أتركك بعمري، اعتبريني مثل أبوكي. تعالي بحضني حبيبتي، تعالي امسحي دموعك عمو، امسحيهم، اهدي شوي اهدي من شان اقدر اخذ لك صوره، اهدي مايا طلعي فيني. Thank you.
الو، اهلين استاذ صافي. اي انا الحمد لله بخير، خير ان شاء الله. عن جد الله يبارك بعمرك. طيب انا بكره وعدت مايا روح لعندها منشان تكمل لي قصتها. ايه طبعا لازم نكتب قصتها كاملة، فعلا هي قصة كتير مؤثرة. بكرة ان شاء الله بيكون الجزء الثاني من قصتها عندك. ايه تمام، حاضر استاذ، خلاص الصبح اول شي بمرق لعندك. تحياتي، الله معك، مع السلامة. خير ان شاء الله. باركيلي ندى، باركيلي. على شو؟ عينوك وزير ولا سلموك شي إدارة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنت ما بتفكري غير بالمظاهر؟ ليش يعني زوجك قليل بهالبلد؟ لك أنا ما بقل عن أي حدا همه الأكبر هو وطنه. ما قلت قليل، بس على شو بدي بارك لك يعني؟ البنت مايا يلي حكيت لك عنها مبارح نشرت قصتها بالجريدة، وشوفي الضجة يلي صارت بعدها، آلاف القراءات لهالتحقيق بالذات، سواء على صفحات الجريدة أو على مواقع الجريدة بوسائل التواصل الاجتماعي. هيك خبرني هلأ الأستاذ صافي، الناس ما عم تحكي غير عن بائعة الخبز، هيك كان اسم التحقيق، وعم يستنوا باقي القصة كمان. إيه شو يعني؟ يعني إذا الناس عجبها هالشي رح توقف الحرب مثلا؟ إيه لا، أكيد ما رح توقف الحرب، بس رح يوقف وجع طفلة، وممكن يرجعها هالتحقيق لمدرستها. ما بيكفي برأيك؟ ما بيكفي انه نوقف الالم عند حد معين وما نخليه يكبر اكثر واكثر لحتى يصير جبل من الالم؟ باعتقادك هيك طفله مو حرام تبقى بالشارع بالوقت يلي ابوها للست سوزي عم بيقدم لها خاتم من الالماس، وبالوقت يلي هالارهابيين عم يسرقوا فرح وطفوله هالاجيال؟ بظن انه في شيء بالحياه اهم من هالمظاهر يلي ما لها طعمه، في شيء اسمه الانسانيه، الاحساس بالغير المفقود عند بعض الناس. ارجعي ندى، ارجعي كملي مناكيرك، هلأ بتنشف العلبة. لتكون عم تتمسخر؟ لا أعوذ بالله، شو عم بتمسخر؟ عم نبهك منشان ترجعي لعالمك، المواضيع الإنسانية شكلها ما بتعنيكي، أظافيرك أهم من أي شي تاني بالدنيا. مثلك مثل أي حدا تاني عايش بهالبلد بشكل طبيعي، ومو شايف شو عم يصير فيه بعد هالحرب، ولا بيعنيه حتى. وهي أحلى سندويشة فلافل أحلى مايا. اسلموا إيديك عمو. وهي كمان حق ربطتين خبز سلف ومبلغ صغير. شوفي بس تروحي على البيت بتخلي ماما تشتري لكم في شاورما. شاورما؟ عن جد شكرا عمو. تعرف عمو، أنا بشوف للشاورما كتير وبشم ريحتها وبحسد يلي عم يأكل شاورما. من قبل ما يموت بابا وما عاد أكلتها، كان يجيب لنا إياها كتير ونفرح أنا وإخواتي، وكان يطير عقلنا. ولا يهمك عمو، ولا يهمك، اليوم رح تأكلي شاورما. عن جد عمو؟ إيه طبعاً، ورح تقري له الفاتحة لبابا ولأغيض الله يرحمه. وهلأ خلصي لي سندويشة الفلافل، خلينا نكمل القصة. حاضر عمو. ما أطيب هالسندويشة. صحة. على قلبك عمو. بعد ما قتلوا الإرهابيين بابا وأغيط، أمي ما عاد فيها تقعد بالبيت أبدا، وعلى بكي كل النهار. وبيوم ضبينا أواعينا وطلعنا من البيت، بس هالمرة ما حدا قالنا لوين رايحين وليش. هديك المرة كانوا بدهم بابا يقاتل معهم، وطلعنا أول شي على مراكز الإيواء. تمام. وقعدنا لليوم اللي مرض أخي فيه وأخدته أمي لعند الدكتور، ووقتها طلبوا تحاليل واكتشفوا معه مرض بالدم. شو كان اسمه؟ بسمعهم كانوا بيقولوا شو يا ربي. ايه تذكرت شو اسم المرض. فقر دم منجل. منجم. فقر دم منجل يا عمو، بس يعني هذا مرض مو خطير، بيتعالج. ايه عن جد عمو بيتعالج؟ بلى. ايه المهم، وبعد ما صار اخي وصار بده علاج خاص، حنت علينا خالتي وعطتنا غرفة ببيتها، وصارت هي تقعد جنب اخي كل النهار، وانا وامي عم نشتغل. يعني هذا السبب
لحرمانك من المدرسة، مرض أخوك. إيه عمو، هذا السبب الرئيسي، بس المهم أخي يشفى، مو مهم أنا. رح يشفى يا عمو إن شاء الله، رح يشفى، وأنت كمان رح ترجعي على مدرستك. بجوز هلأ يكون صعب شوي، بس اللي متأكد منه أنك رح ترجعي لكتبك ولرفقاتك. عن جد عمو؟ عن جد يا عمو. إن شاء الله يا رب. ألف مبروك علي، تحقيقك بقاعة الخبز من أجمل التحقيقات اللي عملتها على الإطلاق. الله يبارك بعمرك يا ميساء، وأنت كمان ألمك جريء وهادف. تسلم يا علي، أنت الجزء الثاني من قصة بقاعة الخبز، الناس كلها وأنا أوله ناطرينها بشوق. الحقيقة أنا اليوم سلمتها وهلأ هي بالمطبعة، أكيد بكرة بتكون جاهزة. لو تعرفي يا ميساء قديش هالبنت مسكينة وحساسة وذكية، حرام ما تكون بالمدرسة. مسكينة ما باليد حيلي، بلكي بتحقيقك هاد حدا بيتبرع انه يتكفل بمصروفها هي وعائلتها، وبتقدر وقتها انه ترجع لمدرستها. يا ريت يا ميساء، يا ريت والله، لو بقدر اني اقوم بهالمهمة ما كنت قصرت، بس يعني انتي بتعرفي رواتبنا محدودة. انا اللي بعرف، يا ريت لو في قانون يطلع يحسن من دخل الصحفي اكتر ويفتح له بواب اوسع، ويكون الاستكتاب كمان باجر اعلى من هيك. فعلا مقترح بغاية الأهمية، لكن يلا ميساء بما أني أنا كتير مشغول هالفترة، أعملينا تحقيق عن حقوق الصحفيين وضرورة رفع أجرهم. معك حق. رح بلش أكتب من هلأ، أصلاً أنا كنت عم دور على موضوع أكتب عنه، وحديثي معك هلأ عطاني مقترح لتحقيق جديد. حلو، الله يقويك، وإن شاء الله حدا يسمعنا. إن شاء الله. برافو عليك يا علي، برافو، قصة بقاعة الخبز كانت رائعة، والناس تفاعلت معها بشكل كبير، وفي اهتمام كبير بهالتحقيق بالذات. وبعد ما نشر الجزء الثاني اجانا كتير اتصالات من ناس مهمين واسنوا على التحقيق وكاتب التحقيق. شكرا استاذ صافي، بس على الله حدا ينتبه لمثل هيك قضايا، يا ريت لو بدل هالضجة اللي عملت تحقيق نشوف حدا حقيقي او مؤسسة حقيقية تتبرع لهالطفلة بمبلغ يكفيها لترجع طفلة عادية ولمدرستها. معك حق يا علي، وانت بنهاية تحقيقك ما قصرت، طالبت بهالشي لانه هاي مسؤولية كبيرة، اطفالنا امانة باعناقنا جميعا، ما لازم نقصر بحقهم ابدا. انت يا علي عملت اللي عليك وابرزت قصة هالبنت، وبجوز في مئات القصص مثل قصتها، أطفال حكمت عليهم ظروف الحرب إنهم يعيشوا طفولتهم وهن عم يشتغلوا وفي منهم بلا مأوى، والجوع والحرمان زادهم اليومي. معك حق أستاذ صافي، معك حق، عملنا اللي علينا والباقي على كل حدا عنده حس وطني، وأنا واثق أنه في كتار عندهم هالحس، ولابد ما حدا يساعد مايا وغير مايا. عمو مايا كيفك؟ كيف أمورك اليوم؟ أهلين عمو، كيفك أنت؟ منيح، وقلي لي كيف الشغل معك؟ عم يشتروا الناس منك خبز ولا لا؟ الحمد لله، يعني أيام هيك وأيام هيك، أيام كل شي معي بينباعوا بكم ساعة، وأحياناً بقضي النهار كله وبتغيب الشمس ما بيع 3 أو 4 ربطات مو أكتر. طيب عمو، ليكي أنا اليوم مارق من هون خصوصي لحتى أشوفك وورجيكي صورتك كيف نازلي بالجريدة. صورتي بالجريدة؟ لكان، وكيف أنا كتبت بمقالي أنه لازم نساعدك لترجعي على المدرسة. عن جد يا عمو؟ الله يوفقك يا رب. عمو الله يوفقك، يعني ورجيني كيف صورتي نازلة هيك بالجريدة. هاي الصفحة تحقيقات. ليكي وينها؟ وسميت التحقيق باسم بائعة الخبز. يا الله، هي أنا مزبوط، وهي العنوان بائعة الخبز. تعرف عمو؟
هالعنوان ذكرني بقصة كنت شوفها على التلفزيون، كان اسمها بائعة الكبريت، وكنت ابكي كتير باخرتها وقت اللي كان الناس ما يشتروا منها وما بتقدر ترجع على بيتها لانها بتخاف من الشرير اللي جبرها تبيع الكبريت بالثلج، وماتت بعدها بالطريق. ليش يا مايا؟ ليش ذكرتي هالقصة اللي بتوجع القلب؟ معقول؟ معقول نكون نحن كلياتنا منشبه الناس يلي رفضت تشتري كبريت وتركت بائعة الكبريت تموت من البرد؟ يا حيف علينا إذا فعلاً ما حدا همه أمر هالبنت يلي محرومة طفولتها ومضطرة تبيع الخبز. عمو؟ الله يوفقك، تترك لي هاي الجريدة لورجيها لأمي؟ رح تفرح كتير إنه أنا صورتي نازلة بالجريدة. إيه طبعاً يا عمو طبعاً، أنا أصلاً جبت الجريدة لإلك، وهلأ بدك تناوليني 4 ربطات خبز سخنين، وعدت جاري لأنه جبله خبز من عندك عجبوه كتير المرة الماضية. 4 ربطات؟ إيه عمو إيه. تكرم عيونك عمو. وهي حقهم. تفضل. لحظة عمو لرجع لك الباقي. لا مايا لا، الباقي بتخلي ماما تشتري لك فيه بوزة أو شي أكل حلوة أنت بتحبيها. يا الله يا عمو ما أحسنك عن جد. عمو الله يوفقك يا رب ويرزقك. إذا بدك أي شيء قلي لي أنا ماشي، كل يوم رح أمرق من هون وأخذ منك الخبز. شكرا عمو، الله يعطيك العافية يا رب. ذكرتني بحنان بابا الله يرحمه. الله يرحمه يا حبيبتي الله يرحمه. ديري بالك على حالك خاطرك. الله معك عمو، كتر خيرك عمو. أوف أوف، ليش كل هدول؟ كأنك جايب خبز للحارة؟ شو عم تفكر تعمل شي عزيمة؟ لك معلش ما بيضروه، حطيهم بالفريزر أو قلك أبعتي منه 2 لجارتنا أم خالد. لك حرام عم تربي يتامى. طيب ببعت له، بس يعني ما قلت لي ليش 4 ربطات دفعة واحدة؟ مو من عند هاي البنت دخلك اللي مبارحة عملت معها تحقيق ما بعرف شو اسمه؟ بلا بلا من عندها يا ستي، قلت حرام بيشتري منها منشان ما يضل معها كتير وترجع بسرعة على بيتها بدل الوقفة بالشوارع لطفلة بطل عمرها. إن شاء الله كل يوم هيك بدك تجيب منها 4 ربطات. لك وأنتي ليش مزعوجة يعني؟ أول مرة بشوف واحدة مزعوجة لأنه زوجها عم يعمل خير، والله مو معقول. أنتي يا ندى. ألو. مرحبا أستاذ علي، كيفك يا صديقي؟ أهلين، أهلا وسهلا بالأستاذ عصام، أهلين بالمذيع الجميل والأنيق. تسلم تسلم، كلك ذوق. أول شيء ألف مبروك على تحقيقك الرائع جدا 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 بائعة الخبز. الله يبارك بعمرك وشكرا من قلبي يا أستاذ عصام. تاني شيء بدي بارك لك وبشكل شخصي كمان، لأنه تحقيقك حصل على جائزة أفضل تحقيق على الإطلاق لهالسنة، وبتقدر بعد بكرة تشرفنا لاستلام جائزتك، والحفل رح يكون عبارة عن جوائز تقديرية لكل شخص ترك بصمة بمجال عمله وخاصة بظروف الحرب اللي عم يشهدها بلدنا. عفوا شو؟ جائزة؟ وإلي أنا؟ بتستاهل يا أستاذ علي بتستاهل، وبتستاهل أكتر من هيك كمان. شكرا كتير عن جد شكرا يا أستاذ عصام، بس يعني وين الحفل وأي ساعة؟ فندق الأمل الساعة 7 المساء بانتظارك. ها سلام. الله معك الله معك. سمعتي ندى؟ سمعتي شو قال؟ أفضل تحقيق كان تحقيق بائعة الخبز ونال الجائزة. إيه ألف مبروك، أكيد أكيد أنا لازم أكون معك. ما لك طبعا حبيبتي طبعا لازم تكوني معي منشان تشوفي زوجك كيف عم يتكرم. إيه معناها مد إيدك على جيبتك منشان هلأ انزل على السوق بسرعة واشتري أحلى فستان بهالمناسبة، وراح أحجز عند الكوافير من هلأ. آخ ولك آخ آخ، بعمرك ما راح تتغيري وتفكيرك بعمره ما راح يتحسن. أيها الحضور الكريم، وبعد أن تم تكريم الكاتب عامر الصادق عن روايته قلوب وحروب، والتي أبدع فيها في وصف
أوجاعي وآلام أمهات الشهداء الثكالى. يسرني الآن أن أقدم جائزة تقديرية للصحفي الإنساني أولاً علي الصالح، وذلك عن تحقيقه المؤثر جداً 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 بائعة الخبز، فليتفضل مشكوراً. شكراً لكم، شكراً جزيلاً، شكراً للمذيع عصام ولكلماته الطيبة. أريد أن أستأذنه، فلدي في قلبي هم أريد أن تشاركوني إياه. بعد إذنك صديقي عصام، بضع كلمات فقط. تفضل وبكل سرور. بداية أشكركم جميعا وأشكر دعمكم. الطفلة بائعة الخبز والتي بسببها الآن أكرم وأنال جائزة هي الآن في الشارع تبيع خبزها كي تطعم عائلتها. أنا أكرم بسبب تحقيق تحدث بإنسانية عن معاناتها، وهي الآن وفي هذه اللحظات المتأخرة تستجدي المارة كي يشتروا منها الخبز، وبدل أن تكون الآن تتناول عشاءها وتأوي إلى فراشها باكرا كي تذهب إلى مدرستها صباحا، تكون حتما بانتظار من يشتري منها آخر ربطة خبز لتذهب إلى بيتها منهكة ومتعبة، تحلم بألعابها ومدرستها وأصدقائها. أنا الآن أستحلف ضمائركم أن يلتفت ذوي الشأن المختص بقضايا الطفولة أو بأية منظمة أهلية أو مؤسساتية أو حتى أي إنسان مقتدر بأن يساعد مايا وأطفالاً كثر غير مايا على العودة إلى مدرستها مكانها الطبيعي لولا ظروف الحرب. لنعمل معاً أيها السادة وبكل طاقاتنا الخيرة على عودة هذا الجيل الذي مزقه الحرب إلى مدارسه، فأي مستقبل بلا أطفال وأي بلد بلا براعم ستكبر حتما وتنشر ظلالها ويعم خيرها على أرضه إن لم تلاقي تلك البراعم التربة الخصبة والرعاية الخاصة. شكرا لكم. تستاهل كل خير يا علي، ألف مبروك على التكريم، لأنه عن جد نلتوا عن جدارة. الله يبارك بعمرك يا ميساء. أي الحمد لله يا ستي. قال سمعت أنك بعد التكريم حكيت كلمة وطالبت فيها بمساعدة مايا. مو بس مايا، أنا كان حديثي عن كل طفل جبرته الحرب أنه يشتغل ويترك العلم والمدرسة. معك حق يا علي، هدول الأولاد المفروض ما ينتركوا يواجهوا مصيرهم لحالهم، هدول مسؤوليتنا كلياتنا. صحيح، وهذا الشيء اللي أكدت عليه واللي من شانه قلت كلمتي بعد التكريم. أنا رايح لعند الأستاذ صافي هلأ، أنا شوي طلبني. بدك شيء من عنده؟ سلامتك، الله معك. يعني بصفتي رئيس تحرير وإيمانا مني بقوة ألمك وتأثيره بوجدان القراء، بطلب منك اهتمام خاص بهيك نوع من القضايا. التحقيق القادم عم فكر أنه يكون عن معالجة التشوه النفسي والفكري والعاطفي للطفل السوري اللي كان بمناطق سيطرة الإرهابيين وشاف الويلات من قتل وذبح وتدمير. أولا شكرا على ثقتك أستاذ صافي، وثانيا فعلا الموضوع هام وحساس جدا. هدول الأطفال شافوا بأم الأعين إجرام ما بعده إجرام من وحوش على هيئة بشر. معك حق تقول إنهم تشوهوا نفسيا من الداخل، ومو بس نفسيا، أنا بقول مركز الطفولة والبراءة بقلبهم هو اللي تشوه وبده علاج طويل، لأنه مع الزمن بيعمل ثغرات وندبات بأرواحهم البريئة بتنعكس على سلوكهم مع الآخرين. أي مزبوط كلامك، لهيك وبأسلوبك وبأسلوب مشابه لتحقيق بائعة الخبز بطلب منك تحقيق على نفس النمط يهتم بهالموضوع بالذات. إن شاء الله أستاذ. حاضر. عفوا. ألو؟ أيوة؟ أي أنا علي صالح، مين معي؟ أهلين أستاذ، أهلين. أي؟ اليوم؟ أيوة، طيب فهمت عليك.
عالسبعة المساء منيح؟ وين بتحب؟ اي تمام تمام عرفتها، كافتيريا قريبة من بيتي. مع السلامة. مع السلامة. خير ان شاء الله. هاد شخص اسمه أحمد طالب أنه يشوفني بالنيابة عن أحد الأشخاص الخيرين، واللي حابب يساعد مايا. حلو كتير. شفت؟ شفت صدق تحقيقك ومشاعرك شلون جابوا نتيجة؟ اي فعلا، كان عندي يقين ومتأكد أنه هالبلد فيها ناس خيرين وأصحاب قلوب وأيادي بيضاء، وهذا الشخص أحدهم. أنا تشرفت بمعرفتك أستاذ أحمد. أنا يلي كتير سعيد بإني اجتمعت فيك، وخاصة بعد ما أسرت قلوبنا بتحقيق بائعة الخبز. بدي أسألك سؤال. تفضل تفضل. وين بائعة الخبز؟ موجودة، وكل يوم بشوفها وبتطمن عليها وباخد منها خبزاتي كمان. أنا مبعوث لعندك اليوم من طرف شخص ما بيحب يحكي عن أفعال الخير اللي بيعملها، لأنه باعتقاده أنه عمل الخير لازم يكون خالص لوجه الله بدون فخر وتبجح. ونعم الرأي، هذا هو الصح. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله العظيم. لذلك هو بيبلغك سلام الحار وبيشد على إيدك بمهامتك الوطنية، وبيطلب منك تدلنا على مايا لنشوف كيف نقدر نساعدها ونرجع على مدرستها. الله يكتر خيركم، والله عن جد فرحتوني، وأخيرا رح ينزاح هم عن قلبي، لأنه هالطفلة حسيتها مسؤوليتي ولا بعمري كنت رح أتركها. الشيء الثاني بيطلب منك فاعل الخير اللي حكينا عنه، إنه أنت تستلم إدارة جمعية خيرية خاصة بالأطفال يلي قصتهم بتشبه قصة مايا. يعني بصراحة ما لازم يكون ولا ولد بالشارع، كلهم بمدارسهم. طبعا وعملك بالجمعية ما رح يتعارض مع عملك بالصحافة، أنت رح تكون مدير هالجمعية والمشرف على نشاطاتها، وهذا طبعا بيأمن لك دخل إضافي، وقبل هالدخل الإضافي بيأمن لك راحة البال بالشيء اللي أنت عم تطالب فيه. فشو رأيك؟ شو رأيي؟ رأيي أنه الله يكتر من أمثالكم وأمثال الشخص الكريم الغيور على أولاد بلده. يا ريت تبلغوا سلامي وامتناني العميق للشيء الكبير يلي رح يعمله، واللي رح يفرح فيه قلوب أطفال مساكين عم يشتغلوا كرمال أنهم يعيشوا. يا عمو مايا، إن شاء الله ألف مبروك رجعتك على المدرسة. الله يبارك بعمرك عمو، هو الفضل لإلك وللشخص اللي عم يعطي أمي مصاري كل شهر، وكمان عم يساعد أخي بعلاجه، وبتكفل كمان بتياب المدرسة ومصروفي. عمو بدي أسألك، مين هو؟ بتعرفه شي؟ لا والله يا عمو ما بعرفه، بس يعني هو إنسان رحيم وحنون ووطني كمان. عمو هو مثلك، بيشبهك كتير، وانت هلأ هيك تارك شغلك وبدك توصلني على المدرسة. بس اليوم رح أوصلك لحتى دلك عليها، بعدين بتصيري تروحي لحالك لأنه مو بعيدة عن بيتكم. عن جد عمو ما بعرف شو بدي قلك، والله ما بعرف. يسلموا إيديك هيك على كل شي يعني سويته معي. وإيديك يا حبيبتي، ولو يا مايا، انت مثل بنتي وشو بتحتاجي من عيوني التنتين. بس هالفترة هي أنا رح غيب عنك شوي، لأنه في أطفال غيرك بهالشوارع جوعانين وعريانين وبردانين، ولازم ندير بالنا عليهم ونوفر لهم جو منيح منشان يقدروا يرجعوا على المدرسة مثلك. الله يوفقك يا عمو. يا حبيبتي انتي، يلا يا مايا، ها وصلنا. انزلي يا عمو، هاي المدرسة ومعلماتك بانتظارك. شكرا كتير عمو. بائعة الخبز، التأليف بشرى عباس. تمثيلية السهرة.
يساعد في الإخراج مروان خربطلي. المخرج المنفذ فؤاد علي. تمثيلية السهرة. الإخراج أحمد فراج. Thank you.